مساء الخير أستاذ أحمد، مساء الأمل والخير على كل مشاهدي ومتابعي صدى البلد. بالفعل انتهت النهاردة عملية الانتخاب في انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020. كانت العملية بتم يعني بتسير بشكل يسير جدا، وكانت الإجراءات الاحترازية هي الحاضرة بقوة. كان السيد المستشار محمد عباس كان حريص جدا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مع جميع الناخبين. الحقيقة أنا هسيب الكلمة الأكبر لسيادة المستشار محمد عباس، مشرفنا ومنورنا على شاشة صدى البلد، وعايز أعرف من حضرتك تفاصيل العملية الانتخابية النهاردة وامبارح، اليومين اللي حصل فيهم العملية الانتخابية وعملية الاقتراع، تشرح لنا أهم ملامحها وأهم الحاجات اللي حضرتك رصدتها وشفتها النهاردة. الناس فرحانة جدا بالاستحقاق ده، وطبعا لأول مرة مجلس الشيوخ الناس تسمع عنه وفقا للدستور. الناس كانت مبسوطة جدا وهي جاية، وحضرتك شفت الأولاد الصغيرين اللي هم لسه أول مرة مطلعين بطايق جديدة ولسه أساميهم نازلة في كشوف الانتخابية، حاجة حلوة، جايين فرحانين وفي ظل الظروف اللي احنا فيها، وهم كلهم طلعوا، وانت شفت أصوات وشفت الناس النهاردة في اللجنة، كله طبعا لابس الكمامات والإجراءات الاحترازية كلها. وكان النهاردة وامبارح يوم جميل، رغم ان كان اللي عندنا طبعا نسبة رطوبة عالية من امبارح والنهاردة، النهاردة يمكن أحسن من امبارح، لكن الحمد لله برضو كانت اللجنة كويسة وعاملين تباعد اجتماعي زي ما انت حضرتك شفت. كان فيه مسافات بين الناس، واحد تسهيل طبعا الناخبين. اماكن اللجنة زي ما انت شفت حضرتك برضو، اللي احنا اي حد بيجي، انا منسق اللي هو في اللي هو الاخ اللي ماسك التأمين، انا منسق معاه، في واحد منسق بره، في واحد منسق الطوابير، في يعني كل من امبارح لغايه النهارده بصراحه الاجراءات احترازيه كلها كامله. الناس جايه ومبسوطه ومحدش تعب، زي ما حضرتك شفت برضو الناس الكبيره. انا نبهت على السيد قائد المكان اللي هو مأمن المكان والمنسق اللي معاه، مع مراعاه الناس الكبيره في السن طبعا واصحاب الاهاقه، ان هم ما بيقفوش في الطابور كتير، لكن كان يدخل على طول طبعا، لم باستثناء هم عشان الجو طبعا وعشان الظروف بس. لكن كانت النهاردة يوم جميل جدا، وهم اليومين كانوا جمال والناس كلها فرحانة، وكان اللجنة زي ما انت شفت نسبة يعني التصويت كويسة جدا معقولة يعني، وزي ما انت شفت يعني الحمد لله الأمور كويسة وتمام. يعني انا شفت مع حضرتك ان لحد اخر دقيقه كان في ناس حريصه ان هي تدخل تدلي بصوتها، وحضرتك تقريبا مديت اللجنه او التصويت لحد ما هم انتهوا من التصويت لحد بعد الساعه 9 ب 10 دقائق. طبعا بيجي ميعاد الساعه 9 بنطلع بره في المقر الانتخابي، بشوف الناس اللي موجوده، كان حد موجوده يصوت، ما بنحرمش حد من التصويت، بناخد اساميهم وبنخليهم نفضل مستمرين لغايه ما نخلصهم. قعدنا لغايه 9:30 لغايه الناس مخلصت، او اكتر من 9:30 لغايه الناس مخلصت تصويت زي ما حضرتك شفت. يعني كل الناس مبسوطة جدا جدا بمجلس الشيوخ الجديد، حاجة جديدة يعني، فالناس مبسوطة جدا يعني. شفت الأولاد الصغيرين برضو، الناس اللي جاية كبار سن جايين في الظروف الحر وكده، لا كان يوم جميل، وامبارح كان يوم جميل يعني. بشكرك جدا سيادة المستشار. مصر قادرة يعني، وتحياتي طبعا للأستاذ أحمد، الرجل المحترم الوطني جدا، أنا أحبه جدا، رجل محترم عشان هو وطني وطني وطني، ودي مصر يا باشا، مصر جميلة جدا جدا، والشباب جميل، والبنات الصغيرة جميلة جدا، مصر قادرة. احنا بنثبت بس إن مصر قادرة في أي ظروف، مصر قادرة تعمل أي حاجة، تعمل المستحيل يعني مصر قادرة تعمل المستحيل، واحنا بنعمل فعلا المستحيل في ظل الظروف اللي احنا فيها. الناس طلعت وانتخابات والناس فرحانه ومحدش خايف، مفيش حاجه تخوفنا. مصر مفيش حاجه تخوف، اي حاجه عايزين نعملها نعملها بارادتنا، نعمل اي حاجه. بشكرك جدا سياده المستشار. واستاذ احمد، زي ما حضرتك شفت يعني تحيات اهالي الصعيد واهل الكرم والطيبه والاخلاق كلهم، من اول ما جينا بيبعتوا لحضرتك وللقناه كامل ووافر الاحترام والحب والرسائل يعني الغاليه والمليئه بكلمات الحب والود لحضرتك وللقناه. وكان يعني احنا قلنا ابرز ما تم او ابرز ما حدث خلال اليوم النهارده وخلال اليوم يوم امس برضو، وكانت دي ملامح اليومين
اللي أثبتنا فيهم كمصريين وأثبتوا الناس والناخبين إن هم على قدر المسؤولية. وإليك أستاذ أحمد. مرة تانية سيف بشكرك شكرا جزيلا، وتحياتي وشكري لسيادة المستشار محمد عباس ولكل قضاة مصر الأجلاء على الجهد اللي قدموه على مدى اليومين، وجهد كبير وهم يعني تحملوا مسؤولية كبيرة، ودائما ثقتنا في قضاة مصر وتحملهم هذه المسؤولية الوطنية.